يلا ماما جهزتي؟ ما شاء الله، عافية عليك بنتي، تفضلي. تدرين ماما شقد أفرح من أشوفك بهذا الحجاب، بهاي العفة، بهذا الوقار. احنا بهذا حجابنا نواسي السيدة زينب سلام الله عليها من خلال مسيرنا للإمام الحسين السيد الشهداء عليه السلام. ترى الملابس اللي تجذب الانتباه والإكسسوارات كلهن مالهن داعي. أكيد ماما، لأن أنت حكيتي لي عن حجاب السيدة زينب وحشمتها ووقارها ومحافظتها على هاي الأمور رغم كل الظروف اللي مرت عليها. سلام الله على السيدة زينب ومحنتها. وزادني معرفة لما قرأت وصايا السيدة السيستانة الله يحفظها للبنات وأهمية الحجاب والوقار. أكيد، مو بس بالمظهر حتى بالكلام. بارك الله بيك ماما، الله يجعلنا كل من سار الأبا عبد الله عليه السلام من المعزين لأهل البيت. يلا ماما، خلي نتوكل على الله ونقصد نمشي الأبا عبد الله عليه السلام.